وللمزيد حول حملات التبرع بالدم عن الجمعيات الأهلية معنا عبر الهاتف دكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. بعد التحية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، أطلقت مؤسسات صناع الحياة وشفاء الأورمان حملة موسعة للتبرع بالدم مع عدد أيضا من المؤسسات والجمعيات الأهلية. تفاصيل أكثر عن ذلك. طبعا احنا منذ اللحظه الاولى وبناء على توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان التحالف الوطني للعمل الاهلي السنوي اللي بيضم الاتحاد العام للجمعيات الاهليه و34 جمعيه ومؤسسه اهليه من كبرى الجمعيات يمكن حريصين ان احنا ندعم ونساند الشعب الفلسطيني في غزه، ويمكن دي من خلال صور متعدده. يمكن مؤسسه حي كريمه فتحت باب التبرع بالمال، برضه التحالف بيجهز قافله ضخمه جدا ان شاء الله تكون متجهزه للوصول الى الاراضي الفلسطينيه، وايضا النهارده عدد من الجمعيات الاهليه اللي هي اعضاء التحالف الوطني بدات حمله ضخمه للتبرعات من قبل مجموعه كبيره من الشباب المتطوعين. وكل دي طبعا احنا اسهامات من المجتمع المدني في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وكل دي طبعا احنا مستعدين ومجموعه المتطوعين، وايضا هيبقى في قوى بشريه من الاطباء وغيره، وهنستقبل ايضا المصابين من اللي هم هيقدروا يجيبوا عن طريق الحدود المصريه الفلسطينيه. كل المسائل دي كلها طبعا دافع التزاما وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني، ليست حكومه فقط ولكن حكومه وشعب ومجتمع مدني. صحيح. واحنا طبعا ده احنا حريصين كل الحرص على ده، وده دورنا اللي احنا طبعا يعني مصر متعوده عليه، ومصر طبعا شقيقه كبرى لكل البلدان العربيه ودائما في كل الازمات. والتحالف الوطني للعمال هناك استعدادات خاصه للقافله كمان شامله من المساعدات الانسانيه والمواد الغذائيه والعلاجيه. بالظبط كده، تبقى قافله شامله كامله وهيبقى فيها قوه بشريه وبيتم التجهيز بها على قدم وساق، وان شاء الله طبعا يعني منتظرين لحظه الانطلاق، وان شاء الله مش هتبقى قافله هتبقى قوافل. واحنا طبعا الاتحاد العام نشيدنا كل الجمعيات الاهليه بالمشاركه في القافله، وايضا بدعم الشعب الفلسطيني في الحمل المالي في مؤسسه حياه كريمه بالدعم المالي، وايضا من الناس برضه المواطنين لدعم الشعب الفلسطيني وشعب غزه. هم في امس الحاجه الان الى الدم طبعا، مخططا بعد القصف الاسرائيلي المباشر ليس بالمنشات المدنيه فحسب ولكن وصلت المنشات الصحيه، ودي تهدد بكارثة إنسانية. واحنا طبعا كلنا بندعو من خلال الاتحاد العام ومن خلال اتحاد كل المنظمات الدولية للتدخل يعني لوقف نزيف الدم ولوقف هذه الحملة الشركة ضد الشعب الفلسطيني الأعظم من السلاح. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.